السلام عليكم خوتي اخواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحه؟ نتمنى لاباس، نتمنى تكونوا في احسن حال وتكون الامور ليكم على خير. وكما كنقول لكم ديما، اليوم يكون خير من البارح، واخا مازال الحراره مازال اليوم لحد اليوم الاثنين الجو سخون بزاف. اللي بغيت نقول لكم اخوتي اخواتاتي هو انني بغيت نشارك معكم واحد القضيه، ولا نقول واحد المشكله اللي عندي انا، باش الكل، المهم اللي بغى يستفد يستفد، اللي ما بغاش اللي هو واسع النظر. حنا المهم غادي نوصل نقولوا للناس داكشي اللي وقع لنا بكل صراحه، باش الناس دير اللي بغات. المهم الموضوع اللي غنهضروا عليه هو انه ديال السنان. كما كتعرفوا ان السنان مهمين، وكل واحد تيبغي سنانه يكون زوين، يكون في سنانه بويض ومقادين، راه الابتسامه والناس كيديروها في المشاهير ولا هذيك، كلشي كيدير كل الاسنان الناصعه البياض، السنان اللي مقاده، السنان كلشي كيبغي يقادهم. وحتى حنايا قلنا لي ما حتى حنا السنان اللي عندنا شويه ما مقاديش نقادوهم. انا ما كانش عندي مشكله ديال السنان ما مقاديش ولا شي حاجه، سناني هما هادو مقادين، ولكن كان عندي مشكله اننا ملي كنا صغارين كدرنا الدرسه كنحيدوها، ما كناش كنعرفوا اش عندنا شحال هادي، انك خصك تصوبها تصلحها، هادي صافي حرقاتك الدرسه، الوالدين هذيك كيمشيو يطيروها لك صافي، ونبينا عليه السلام وكترتاح. تحيدات لي وحده منا وحده من هنا، وفي نفس البلاصه. المهم اللي جات كات من بعد ولاو كيديروا لي اتساع يعني السنان، حيت لاقي الفراغ هنا وهنا كيبداو كيتباعدوا. كان خاصني انا نمشي باش نصوبهم. النوبه الاولانيه مشيت عند الطبيبه ديال السنان، صراحه هي اللي انا راني غادي نرجع عندها اليوم، هي اللي قدت لي هادو، قدتوني كانوا الصراحه اللي زوينين هذه لمده 4 سنين، معانيت ما ضروني ما حتى شي حاجه، ما لقيت حتى شي مشكله فيهم صراحه، كناكل عليهم اللي بغيت، الامور على خير. من بعد عاوتاني دابا بغيت نقاد هادو، هادشي في شهر جوج بغيت نقاد هاد الشيء هادي. ملي بغيت نقادها كانت عندي واحد الصديقه، هي ماشي طبيبه اسنان ولكن صانعه الاسنان، بقات كتلح عليا ديما، اجي انا نصوب لك، اجي نصوب لك. قلت غادي نمشي نشوف اللي ما تصوب ليا، اصلا بصح الثمن غيكون شويه، مخافض على الطبيبه، ولكن قالت لك كتصوب شي حاجه زوينه. مشيت في شارجوش، بدات بقات كتخدم لي كدا شي هذه، خاصها تموت على العرق، هادي. المهم ركبتهم ليا في الاخر ديال شهر جوج. ها هما ادسان، ها هما اللي درتهم باش نوريكم. ها حتى علاقه مع هادو، وماشي هذا هو المشكله اللي في المنظر ولادي، ماشي مشكله، المشكله المعاناه اللي لقيت من بعد. ما نكذبش عليكم، عانيت لي الحريق اللي ما كيتصوروش العقل، اكثر من لانه فاش كتكون الدرسه كتحرقك، لحم السنان، لحم المرض ليا اكثر شيء، واكره شيء الريحه، ولات كريهه فمي لدرجه انكم ما تصوروهاش. معاناه يعني ديما، واخا تغسل باش ما غسلتي، واخا دير لي دونتيفريز اللي بغيتي، ماركتو كيف ما بغات تكون، تبقى لك الريحه، لان اللحم اصلا مرض. وعاد كاين واحد الخلات، واحد الخويه، ان هذيك كيبقى فيها الماكله، ما كيمكنلكش انك باش كيفاش غدير تحيدها، وما نقدرش ناكل عليهم شي حاجه بسيطه، شي حاجه بسيطه، اي حاجه ملفي ولا شي حاجه اللي بسيطه اللي ممكن بلسان كاع، ما تقدرش، انا ما نقدرش نديرهم عليها. عانيت بزاف، بقيت كنصبر تنقول يمكن غير معلميه المده، راه غير ما تولفوش، يمكن غيبره ويمكن يبر من تما، وانا في المعاناه وانا في الحريق ما نقولكمش. في الاخر قررت انني غادي نرجع عند الطبيبه اللي صوبات لي هادو، وغادي نحيد هادو باش نعاود ندير الاخرين. وفاش مشيت دارت لي الراديو، قالت لي على ان راه مازال العرق ما مقتولش، داكشي باش كتعطيك الحريق، وماشي يعني ما مخدومش هادي. وحده كانت حداهم فيها السوسه، قالت لي خدمتها مازال السوسه هي يعني كلشي باقي، واللحم مرض ليا. دابا انا غنمشي نحيدهم، وغادي نشوفوا الدكتور شنو تعطيوني، هانتوما غادي تكونوا معنا، وغادي نمشيو دقه دقه باش نشوفوا شنو كاين. غير باش نقول لكم راه هذا، انا اللي بغيت نقول لكم واحد القضيه، ان واحد المثال قديم تنقولوه ولكن وقفنا عليه عند رخصو كتخلي نصو. انا كنت بغيت نقص شي شويه باش هادي، ولكن لقيت راسي دابا اللي غادي نصوب دابا مضوبل على ثلاثه المرات على باش صوبت المره الاولانيه، وعاد المعاناه وعاد الالم. وانا دابا غادي نمشي عند دايره معايا مع الثلاثه، يلاه غتمشي عندكم معايا وتشوفوها. وماشي راهني زعما كنشكر اولا اللي كندير، كنبغي نشكرها هي على انها باش نقول صانع الاسنان ما كيصوبوش زوين، لا، كاينين الناس كيخدموا زوين. انا اللي مشيت عندها هي فين عندي المشكله، الداعي اللي ذكر الاسم ديالها، ولكن هي فين عندي المشكل، انا ما تخدمليش داكشي مزيان، اولا ما عرفتش، الله اعلم شنو المشكله ديالها. اما كاينين الناس لي سبيسياليت وعندهم الخبره، اللي ما نقول فيهم راه صوب عندهم الناس وكلشي. دابا انا قلت لكم غادي نرجع، وهادي راه غتصوب لي حتى هي بالفلوس، راه ماشي مجانا يعني باش نقول لها بغيت ندير لها الاشاره ولا شي حاجه، راه تاع علاقه مضوبله باش يكون في علم الجميع، ولكن كتصوب لانني مشيت عندها علشان هي، حيت صوبت عندها 4 سنين وما لقيت حتى مشكل، وما لقيت حتى معاناه، حتى الم، حتى حاجه، وداكشي باش انا غادي نرجع نصوب عندها. خليكم معايا نرجعوا نمشيو، المهم تشوفوا شنو غديرنا، وتشوف شنو غادي تقولنا اليوم، وانتم معايا خوتي خواتاتي. ولكن نصيحه الاولى والاخيره، ما تبقاوش تمشيو في حاجه اللي رخيصه، لان اللي رخيصه راكم كتضيعوا فيها بزاف، كتضيع فيها صحتكم، كتضيع فلوس وكل شيء، والمعاناه عاد من الفوق الا كان شي الم. من الاحسن غيدير شي حاجه يديرها زوينه من الاول، واخا يكون شويه غاليه ولا هذه ماشي مشكله، يصبر ويديرها.
يلا خواتي خليكم معايا حتى نشوفوا الدكتوره شنو غادي تقول ليا. وما ما تنساوش بارطاجيو مع الناس كلشي باش يوصلهم الجديد، وفعلوا الجرس باش ما تكونش حاجه جديده، واشتركوا معنا. وشكرا لكم خوتي خواتاتي، وخليكم معنا حتى نوصلوا عندها ونكملوا الهضره. واحد المساله اللي بغيت نقول لكم خوتي خواتاتي، راه ماشي حيت انني انا كندير الاشهار يا هي لا، شوف هي ما تخدمي حتى شي حاجه فابور، كلشي بالفلوس وغيتخلص. ايوا حنايا راك معروف انا ملي كدير شي حاجه وكتعجبك في اي مجال اي دوم الا كترجع اي حاجه الا تخدمات لك بمصداقيه وتخدمات لك زوينه، دونك غادي ترجع عندك الشخص كيما ما بغى يكون، سواء في السنان او في لاكوا في المجرب اي دومين، الا تخدم لك شي حاجه مزيانه كترجع. وهذا هو علاش انا راجع عندها، حيت 4 سنين وما عمرني لقيت شي معاناه في السنان، هذا علاش رجعت عندها. وخا تغلي دابا عليا عارفه خدمتها ومطمئنه ليها. خليكم معايا تنطلعوا عندها راه في كطريان. ندخلو نشوفو الطبيبة واش كاينة. المهم دابا خوتي خواتاتي انا غادي نصوبو، نتوما غادي تشوفو معانا في لاكابين دابا غتصوب ليا، ومن بعد حيت مسالي غادي نوريكم شنو غادي تحيد لي هادو، ونشوفو شنو العلاج ديالو وشنو مشكلتهم وشنو خاصهم، ومن بعد ديك الساعة نتلاقاو. يلا خوتي خليكم معنا وحتى نتلاقاو بعد ما نسالي من الطبيبة. شكرا لكم خوتي. خوتي نتوما شفتو كيف ما شفتو، كنت معايا دابا صافي ساليت حيدت هادوك الخايبين، انا حيدتهم دابا راه المهم بلي ما تنقدرش نهضر، هذا تهيدو هادو دابا باش يتقدو ان شاء الله الاخرين، ولكن فيها الخدمه بزاف لان العرق ما مقتولش، اللي كانت قالت لي مقتول هو ما مقتولش، دونك دابا غادي نبقاو نمشيو بالطاب شويه بشويه، وعندي فيهم الخدمه بزاف. ايوا المهم نتوما دابا معايا نتوما كبدايه، نتوما شفتو غير اللي بغيت نقول لكم، يعني النصيحه اللي نقول لكم، انا الانسان صراحه ما بقاش يدير حاجه رخيصه، ماشي رخيصه يعني اللي كنبقى نقولو ماشي مشكله ولا معليش ولا دير لك الحاجه اللي في صحتنا، راه هي اللي مهمه لنا صراحه، راه ما غاديش نعوضوها. بالنسبه اني انا سناني كنت ممكن نصوبهم عندها نيت كيف ما صوبت المهم ونتفادى المشاكل، ولكن دابا انا حيت المعرفه وساكنتي وكل شيء وغتصوبهم لك وغتصوب شنو الثمن، هو اللي خلى المشكل، اللي خلى المشكل مع الاكل دابا كان عالي. عرفتي ريحه الخنزة؟ انا قلت لكم اكثر شيء كرهني هو الريحه الكريهه، اللي كنبعت مفهوم اللي خايبه بزاف ما تقدرش يستحملها حتى شي واحد. دابا حنا غادي نمشيو، المهم دابا نتوما شفتوني شنو بغيت نقول لكم، انه الحاجه الرخيصه نفيديوها راه عندك خصو كيما كنقولو كنخليوهم يصرفو، وان شاء الله الحاجه اللي غنديروها نديروها مزيان من الديبار، واللي كيخدم شي حاجه يخدمها زوين باش كلشي يبقى مرتاح، راه ماشي الفلوس هي كلشي. هاهي دابا انا واخا غنعاود الفلوس، ولكن هاهي يعني سمعة الانسان كضيع باش كيكون كيخدم شي حاجه خايفه ما كيعجبكش الحال. ايوا شكرا اخوتي وخواتاتي، نتلاقاو في شي فيديو اخر ان شاء الله. المهم اللي بغيت نقول لكم ما تبقاوش ديروا الحاجه اللي رخيصه باش ما تمشيش الخدمه معاودي على جوج المرات، راه الشطيري كيتعشى جوج المرات. يلاه سي نتلاقاو مره اخرى ان شاء الله. يلا شكرا اخوتي وخواتاتي، ما تنساوش بارطاجيو معنا الفيديو مع الناس اللي باش تعمل فائده، ونتلاقاو ان شاء الله. المهم انتم معايا حتى نعاود نردهم، حتى نرد الكب ديالي لا زعما وحدين مزيانين اللي يكونوا بحال هادو باش نتفاداو المشاكل. شكرا لكم ويلا والسلامه اخوتي وخواتاتي.